مساء الخير. مساء النور. أنا قلت لأخواتك إن نتيجة التحاليل طلعت إيجابية وإنك أخوهم فعلاً وهتفضل قاعد معنا هنا في البيت. وأنا قلت إنك نصاب وإن التحاليل دي مش مظبوطة. أنا تأكدت بنفسي وياسمين كانت معايا، مش كده؟ عز ده أخونا، بابي كان كاتبه على الورق باسم أدهم، مامته هي اللي غيرت اسمه عشان ما كانتش عايزة بابي يعرف يوصل له، بس دينا وصلنا له وجمعنا بيه. على فكرة بقى، أنا من أول يوم وأنا عارفة إن أنت أخونا، بيبان يعني. نورت البيت يا عز، ولا أقول لك يا أدهم؟ الله ينور بيكم يا سلمى. أنا كمان مبسوط أوي إن أنا بقيت في وسطكم. وحشت الجو يا رجاي. وانت كمان يا عيشة، طمنيني عليكي، عامله ايه في الحبل؟ الحمد لله، بعد الايام والشهور. طيب وعمار عامل ايه معاكي؟ مراعيكي؟ عمار طيب وبيحبني، بس انا زهقت قوي يا عيشة، قاعده لوحدي في وسط اربع حيطان. الله يسامح امك على الفرقه اللي احنا فيها. انت اللي مشيتي يا رجاي، كان ممكن يبقى في حلول تاني. لا يا عيشة، لما مشيت ما كانش في حل تاني، وامك كانت طايحه في الكل ومحدش عارف يوقفها. استغفر الله. ازيك يا ست رجاي؟ اهلا. النجع بقى ارض بور يا رجاي، امك ما عدقاش حد من مخاليج الله، طايحه في الكل. هانت الفلوس اللي ببعتها لك بتكفي؟ اه بتكفي وبتفيد كمان. عيشه مش عايزين اي حاجه تعطلنا، لو احتجت اي حاجه في اي وقت تبعتي لي على طول. خابره ما تقلقيش. محجرة دماغك في موضوع المتلتم ده؟ أنا مرتاحة كده يا رجاي. والله يا عيشة لو انكشفنا ما هيحصل كويس، ما تشوف حد يقوم بالموضوع ده بدالك. مش هقدر أأمن لأي حد صدقيني. براحتك يا أختي، أنا قلت أنصحك وأعمل اللي عليا، ربنا يسترها. بقول لك إيه، يلا بينا عاد على البيت لحسن الخبر لو وصل لأمك هتخلص علينا. يلا. الله يبارك فيك يا إيمان، معلش الحاجات دي بتبقى مكسب وخسارة. ومعلش ليه؟ أنا مش زعلانة إن عبد الحميد بيه جوزي سقط قصادك في الانتخابات. أنا كده كده كسبان، والنايب كان يا هيبقى جوزي يا إما واد عمي، وديك قاعد هو بتستقبل طلبات أهل النجع في دوار أبوي. الكلام ده لو صح الصحة من قلبك هتكبري في نظري أوي. اطمن يا مسعد، صح الصحة كمان، الدم عمره ما يبقى مية، ده احنا عائلة. وأنا عمري ما أتأخر عن العائلة ولا اي حد من النجع. الناس دي هي اللي وقفت جنبي وهي اللي وصيتني اللي انا فيه. ابتدينا بقى الكلام اللي بيتقال في التلفزيون. لا انت عارفاني يا ايمان، عمري ما كنت بتاع كلام، انا بتاع فعل. عارفاك كويس، من وقت ما كنا صغيرين كنت على طول ساكت، بس لما حد كان بيحتاج منك حاجه كنت بتعملها له. فكر لما فطيت في التراب. ودي حاجه تتنسي؟ يوميها كنت لابس ترنج جديد وهب فطيت في الترعه طلعتك، والترنج بقى نيله، بقى كله روبه وطين وسمك وسمك. اللي حكايه المتلتم ده؟ وينه سيف بيه؟ قالوا انه هنا. مساء النور. لا تغزيني، مساك الله بالخير. انت هارون بقى؟ انا هارون الذهبي، الشيخ هارون الذهبي. ولالي. ايش؟ ولالي. مش خايف ابوك يشوفك؟ ضحكتني. اه
عرفت ليش تاني غير اسمي؟ أنا أصلا مش مهتمة، اسمك عدى قدامي كده يعني. أنا الشيخ هارون الذهبي، شيخ قبيلة الذهبي. طب يا عم بالراحة علينا، قولي بقى شيخ القبيلة ده بيعمل إيه؟ يسويش. يسوي كل شيء، يحمي الناس، يجيب لهم حقوقهم، يعطيهم الخير لو طوعوه، ويعطيهم اللي يستاهلوه لو خرجوا عن طوعه. يا مامي خفت قوي. خفتي؟ لو كنت خفتي كنت شميت ريحة خوفك. أنا شامم ريحة العطر الحلو اللي فايح منك. العطر؟ شيخ القبيلة ما بيعرف يقول كلام حلو. وين سيف بيه؟ وينه؟ ولاد علي ده من لتو إيه؟ شوية العطارين يقولوا يلزمنا، دلوقتي الظابط يجي ياخده من وسطينا على جنب. لا تدور حكاية. الحوار ده مش سهل يا تيم. الواد شكله من العطارين والظابط جاي ورا عملية العطارين. الواد ده خطر علينا. الواد ده ورا سر كبير قوي يا رجب. لازم نعرفه. بقول لك إيه؟ المولد بعد كام يوم. لما الشيخ جميل وعمتي يخرجوا خد الواد ده واسرع بيه في أي حتة. وأنا هدخل أقلب في حاجته يمكن أعرف حاجة. أكيد يعني مش هيكون بالغباء ده. مش هيسيب حاجة مهمة جوه عنده في البيت. يمكن. لما نشوف آخرتها معاك يا علي. مش هتقوم تاكل يا علي؟ ليش نفس؟ روحي كل انتي. ليه؟ انت ما اكلتش حاجة من الصبح. هو احنا عايشين ليه؟ الله العظيم عايشين عشان لازم نعيش، عشان ما قدمناش حل تاني يعملوا ان احنا نعيش. طب وايه فايدة العيشة واحنا عايشينها وحاسين ان احنا ميتين؟ ميت؟ انت ميت معايا يا علي؟ مشكلة مش فيك، اسمك حياة وانت فعلا حياة. أمال ندمان إنك اتجوزتني؟ أبداً، كل الحكاية اللي حاسس إن جوايا حاجة عمالة بتندهلي، صوتها عالي قوي، ندام، ما خبرش واخداني ورايحة على فين. وإنت عاوز تمشي وراها؟ لا عارف أمشي وراها ولا عارف أسكت صوتها اللي جوايا. لسه هتحبني يا علي؟ سيب كل حاجة على ربنا، ولا مكتوب لنا هنشوف. انت عمرك ما كنت قاسي يا يحيى، روح لها. مش قادر اصفى يا امه. هي لو وحشه قسوتك معاها عمرها ما هتغير. وبعدين دي مهما كان يتيمه ومكسوره وملاش غيرك يا يحيى. ياما دي كانت السبب في موت اخويا، اعمل لها ازاي بس؟ الشغلانه اللي اختارها ابوك واللي اخترتها انت هي دي ظروفها، واللي يلعب بالنار لازم يستحمل لسعتها. واذا كان على حرقه قلبك على اخوك مش هتيجي حاجه جنب حرقه قلبي على ابويا لما قتل وزين.
وبالرغم من كده سبحته عشان أعرف أعيش. يعني أنت عايزاني أعمل إيه دلوقتي؟ عاوزك ترضيها يا ابني وتجيب لها حقها، دي برضه مراتك، ولو هتسيبها دلوقتي هتتعرض ومش هتلاقي حد يقف جنبها. بلاش تعمل معاها زي اللي حصل معايا زمان. حاضر يا ماما، حاضر. الله، انت قلقان من ايه؟ بقول لك دي شغلانه هنشتغلها في السكيتي ومحدش هيدر عنها بحاجه. ايوه يا سامي، بس دي سبوبه تودي بتاهيه، دي فيها كلابوش يا معلم. احنا هنشتغل في الخفيف، يعني ما خف وزنه وغلى ثمنه. وبعدين انت زباينك كلهم زباين تقال، مفيش فيهم حد ما بيشدش ابيض. هنشتغل وسط ناسنا ومكاننا متامن واخر حلاوه. طب فلوسها حلوه؟ اكتر مما تتخيل. لو سمعت كلامي هكسبك اكتر من اللي بتكسبه من الكباريه. طب انا معاك، بس اسمع، انا ولا ليا دعوه بيك ولا بالصبيان اللي شغالين معاك. اي حاجه هتحصل برايا. مفيش صبيان ولا حاجه، احنا كل الموضوع هيبقى معانا واحد من رجالتنا يشتغل في وسط ناسنا ويخدمهم، وزي ما قلت لك محدش هيشوف ولا هيضرب حاجه خالص. وزي ما نظريه سامي بتقول، اللي يطلع منهم احسن من عينهم. هما مين دول؟ الزباين. الزباين يا حبيبي. بسم الله الحفيظ. ايه شفت جنية اياه؟ سامحيني يا روية، درتك؟ ايوه. انا حاسس ان هي قريبه قوي من هنا. صلي على الحبيب قلبك يطيب، ده اثر الدعاء. يلا قوم الحق تدور عليها قبل ما نشد الرحال من هنا. لا يا روية، انا مش هاجي معاكم المره دي، شكلي هقعد هنا شويه. ليه بس؟ ده احنا حبيناك قوي يا حسن. وانا كمان حبيتكم، بس أنا حاسس إن رحمة قريبة من هنا وإن أكيد هلاقيها. رحمة؟ طب أمك يا حسن؟ أنت مش خارج تدور على أمك؟ أنا بدور على حياتي يا روي، وأنا حياتي مقسومة نصين. بص، عشت عمري كله بحلم إن ألاقيه، والتاني؟ لقيته وعشته، بعد كده ضاع مني. أي حد هيجي فيهم هيداول الجرح اللي جوايا اللي عمال يمزق من ساعة ما غاب. وأنت لو ما لقيتهمش هتفضل كده تنزف طول عمرك، ولا ممكن تسيب حد تاني يداول جرح يا حسن؟ ألاقيهم إن شاء الله، ألاقيهم. بس يا ستي، ومن يومها بقى فارس مستني اللحظة اللي ينتين فيها من مروان. ما تزعليش مني يا سارة، أنا جايبة الحق عليك يا أختي. وكنت عايزاني أعمل إيه يعني يا عايشة؟ سيبه يقتله؟ الموقف كان صعب عليا قوي، وفارس كمان كان صعبان عليا. ما صعبش عليكي وانت بتضربيه على وشه؟ لا يا ساره، لا مالكيش حق يا اختي. ده انا لو كنت مكانك وشفت حد عمل في صالحك ده كنت كلته بسناني واكل. صالح؟ صالح مين؟ صالح صالح ابني. ربنا يخليه لك يا عايشه، ان شاء الله تفرحي وتتهني بيه. تعيشي. كيفك يا غرام؟ ماشي الحال؟ الحال بيصير زين لما تكوني في خيمة. الله الميسر. بيسر يا غرام، وعن قريب راح تصيري كريمة شيخ القبيلة. الله يبارك في عمر عمي الشيخ نصير. وبعد الشيخ نصير راح يصير الشيخ عساف. بتعشقيني يا غرام؟
ماني متعوده على هالكلام يا عساف. تركنا روح. ما تروحي تروحي غير لما ترد علي. تعشقيني؟ العشق مش بالغصب ولا بالخوف يا عساف، العشق من القلب للقلب. عارفك عشقاني يا غرام بس خجلانه. بيبان اصله في العيون. بص في عيني وانت تشوف. بخاف يا غرام ابص في عينيكي، لكن لما اشوف اللي فيها ليا للجوم وعيوني الجميله كنت حملت عنك والله يا غرام. كتر خيرك. هتزوجك يا غرام، ما في كلام تاني. لو حنزلك من على ظهر الجمل. يحيى، هو انت بتحبني؟ ايه هو السؤال صعب للدرجه دي؟ اللي بينا اكبر مننا نختصره في السؤال ده. اللي بينا اساسا هو السؤال ده. في ارهام. ما بقتش حاسه بالامان. وحلم اي ست في الدنيا ان هي تعيش مطمنه، محميه، وان في حد قادر يضحي باي حاجه عشانها. وانت اللي مش محسسك بالامان؟ من يقدر يقرب مني كنت مراتي على العطار؟ الامان مش السلاح والبودي جاردز اللي انت محوطني بيهم. الامان اللي بدور عليه هو الحب. الحب اللي بيحمي. يحيى انت لسه بتحب رودي؟ وايه لازمته السؤال ده؟ انا مش عارفه ابقى كويسه. وانا مش هجيب بيبي وانا عارفه ان ابوه ما بيحبنيش. خلينا نحاول تاني يا ريهام. والهم بتنسي. تفتكر؟ انا بحبك. سليم، عينيا، محتاجة أتكلم معاك شوية. وهو ده وقت كلام برضو؟ تقدر تقولي إيه ده؟ زي ما أنت شايفة الخبر كده، رجل الأعمال سليم العطار. طبعاً خبر غلط، كان المفروض يقولوا سليم بيك العطار. وزوجته في حفل خيري لصالح الأيتام وأطفال الشوارع. أنا بعرف أقرأ كويس على فكرة. أنا بتكلم على الابتسامة اللي مالية وشك يا سليم، وأنت واقف جنب الهانم واخدها تحت دراعك. أمال يعني عايزاني يا حبيبتي أخدها تحت دراعي ونخرج في وسط الناس وإحنا مبوزين ومكشرين؟ يا دودو، يا دودو ده شغل صحافة وإعلام ميديا، ما أنت فاهمة. سليم، أنت قلت لي إن أنتوا تقريبا منفصلين وإن بعد فترة قصيرة قوي هتتطلقوا. إيه اللي جرى؟ ما جراش حاجة يا حبيبتي، بس يعني ظهورنا مع بعض قدام الناس حاجة واللي بينا حاجة تانية. وبعدين هو أنت غيران ولا إيه يا حبيبي؟ أنا أغير منها؟ ليه يعني إن شاء الله؟ أنا برضو بقول كده. وبعدين أنا ياما اتحايلت عليك نشاهل بقى ونتجوز، أنت اللي اشترطت إن أنا أطلق الأول. وأنا لسه عند شرط يا سليم. وأنا كمان لسه عند وعد يا حبيبي. ماشي يا سليم، بس خد بالك انا مش هقدر استنى اكتر من كده. ده انا اللي مش هقدر استنى اكتر من كده. والله فيك الخير يا مريم، كويس ان حد فينا بيفتكر ويسال. انا مقدره اللي انت فيه يا جيهان، وعارفه كويس ان الحمل مش سهل، واحنا ستات زي بعض وبنحس ببعض. ستات تصوري من ساعة زين الله يرحمه ما مات أنا نسيت خالص حكاية إن أنا ست دي. ما تقوليش كده يا جيجي، ده أنت ست الستات وأم ما حصلتيش. ربيتي وكبرتي وعلمتي رجالة وبنات يضحكوا بيهم. طمنيني، أنت وسليم عاملين إيه؟ مخبيش عليك يا جيهان،
أنا نفسيتي تعبانة جدا وجاية لك علشان تلاقي لي حل. ليه حبيبتي خير؟ طمنيني في إيه؟ سليم ما بقتش عارفة هو عايز إيه، ما بقتش عارفة هو بيحب إيه، بيكره إيه، بيتغير كل يوم. بقينا اتنين عايشين عيشة الفنادق. تخيلي ممكن يعدي يوم ولا اتنين ما نتقابلش في بيتنا. هو الحقيقة سليم طول عمره كده. عارفة زين كان دايما يقول عليه إيه؟ الشغل في حياة سليم كأنه مراته الأولانية. أيوة الكلام ده كان قبل الجواز، قبل ما نتجوز بكتير. كانت الظروف غير الظروف. هو الجواز إيه يا جيجي غير اتنين يقدروا ظروف بعض؟ يلا قوليلي، هو زين كان كده؟ زين لا يرحم، كانش في زي زين. لا يرحم. قوليلي تنصحيني بإيه؟ مفيش نصيحة معينة أقدر أقولها لك. كل ست يا حبيبتي عارفة شمس بيتها بتطلع منين، بس اللي أقدر أقوله لك وأنا متأكدة منه إن سليم قلبه طيب، وما دام اختار إنه يجوزك أنتي فده معناه إنه بيحبك. يا رب يكون كلامك مظبوط. هيطلع مظبوط. ولي أنا مش عايز مشاكل، كفاية اللي عندنا. ربنا ما يجيب مشاكل يا عزيز. عزيز عندنا عجزة في الخيام يا عزيز، عدد كبير عن موجود من الخيام. اتصرف على بيتها، قضي اليومين دول كده يعني، مش لازم كلهم يقعدوا في الخيمة في وقت واحد، شوية يقعدوا وشوية يحرسوا. حاضر حاضر يا عزيز. لا نحرس بإيه؟ إحنا معناش سلاح. ومن إمتى السلاح بيفرق معانا يا عم والي؟ ما يحرسوا بدراعاتهم. اللي تشوفه يا عزيز. عزيز. إيه؟ عزيز تعرف البنت اللي بتشتغل لك هناك دي؟ بتشتغل أنا؟ ايوه سيدي ماشي معاك يا عم، ده باينها نايمه منك ولا ايه؟ هي لو عينها مني يبقى ما بتشوفش اصلا. راجل هو شايفه فيك حاجه انت مش شايفها. طب بالاذن انا روح اطمنوا على الخيام. والله هي بعد كده. اه ماشي ماشي يا عم عزيز. ماشي شكلي حلو قمر. ايه بقالي ساعه بشاور لك. ما هو اصل هو انت مين؟ جميلة. باين الصراحة. لم لسانك يا تخين انت. ايه؟ جميلة ده اسمي. انا اسمي عزيز. عارفة. تعال معايا. ادي فين؟ تعال استني بس. في ايه؟ حسنى ازيك يا عزيز؟ انا ما قدرتش اقف معاك كتير، ابوي لو شافني هيقتلني. أنا عاوز أعرف فين حسن. حسن؟ حسن داير على كعابه بيدور على ضاع منه. وصلش الحاجة لسه؟ لسه. حسن رحمة لسه عايش. رحمة بتجيني في المنام يومات. أنا لازم أمشي دلوك. لما حسن ياجي خليني أقابله ضروري. من عينيا يا حسن، ربنا يقرب البعيد. الله جميل. يلا ايه انت هتمشي انت كمان ولا ايه؟ عايز مني ايه؟ ده انت تخين ورزل. تخين اه رزل لا، انا شكلي حبيتها ولا ايه؟ عبيدة انا شايف العربية اللي اخترتها لحضرتك اكتر عربية تناسبك. ايش معنى؟ عربية فخمة وفي نفس الوقت شبابي وتلاقي عليك يعني تركبي وانت مطمنة. على العموم انا بثق في ذوقك جدا وعارفة كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا يحيى؟ رودي انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي في انتظارك. شرفتيني يعني. باي باي. ميرسي. اتفضلي. طب بتختار لكل العملاء اللي عندك العربيه؟ خير يا رودي. ايه المقابلة دي يا يحيى؟ أنا حتى جاي أقولك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي. مع إني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. أنت لسه فاكرة؟ أنا عمري ما نسيتك. بس أنا نسيتك.
قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف بيعرف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفه اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك. اللي مش تعرف تخلص من حبها. ولا تعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ انا اتغيرت قوي يا يحيى. انا لو بكذب هسيبك انت اللي تكذب نفسك. لما تحس انك غلطان بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مرة واحدة. الحياة قصيرة قوي ان احنا نقضيها بنمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطة اني شفتك. سلام. باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. ولا باين عليا قوي كده؟ يعني بص، اصلا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه. مش كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. ما فكرش في الاكل خالص. خالص؟ خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريت هتيجي على شغل الديكور. بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا. جمعنا وعملنا بند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا ودايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بص يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصة الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ندخل على طبق. لا تعالي كلي لي انا بقى. والله يا شمس انت عسل. وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبة. انا بحسد اللي هيتجوزك على فكرة. نورت دارك. كل اللي قلت عليها يحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. ممكن من النهارده ست الدار ده. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جاي لرجلك. ما تخافيش ان ارجع هنا تاني؟ راجعه بيتي ياما. الحنين غلاب. لا والله. مالك بقيتي غلبانه كده؟ ما كنت مستجويه وهربتي وهملتيني انا واختك. دلوقتي راجعه تاني بعد ما اخترتي سليم. عيلة سليم يا رجايه. انا كمان اخترت. اخترت انك ما تبقيش بيتي. عايشه بس هي اللي بتي. عشان ايه كل ده يامه؟ مش كفايه اللي ورطهولي زمان؟ فرقت بينه وبين عبد الله
وبعتيني عن اخت عائشه ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز. خلاص يما، رجايه توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين كتير. انا ما طايقاش لا اسمع حسها ولا اشوفها واصل كده. طب انا هقعد معاكي يما. يا مرحب، اهلا، تشرفت. مرتك اها، لا خطفناها ولا ضربناها، جايب مزاجها، وكنت عايز تاخدها يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. انا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما احب ارجع ارجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك، بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارني انا يا عمار؟ كمان ابويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك انت كمان ولا نسيت؟ مات ابوكي، مات يا رؤية، وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس، ويلا بينا. ايه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجية، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزنا ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت، اخترت ابويا يا رؤية. كنت عارف، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي تمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد يدك على بنتي تاني، واني دلوقت بس تبتكت انك فعلا ابن سليم. سيرة أبويا ما تنكبش على لسانك. غور يا واد غور، يلا بره.